دايماً شوت الجون جون 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 الجون الأول لمصر أحرزه أيمن يونس بعد مضي حوالي 19 دقيقة. لنجفي ياخدها ناصر محمد علي وجمال وشوت جون جون أول هدف لمصر. لا هو منتخب مصر رحله وشرف لاي حد، وطبعا انا لعبت حظي كنت اتعورت في 86 قبل البطوله بحوالي 30 يوم، كانت فيري باد لك في لعبه مشتركه. وبعد كده 87 لعبنا الالعاب الافريقيه واعتقد كسبنا البطوله، وكان ليا اعتقد هدفين وضربه جزاء في البطوله دي. وبعد كده لعبنا الامم الافريقيه 88 حظنا تعادلنا اتغلبنا من الكاميرون. انا ما لعبتش الماتش ده كان عيان، كنت سخن جدا عيان ما لعبتش الماتش ده. بعد كده لعبنا كينيا كسبناها 3-0 جبت جون حلو قوي دخلت بالكره الجون، يعني كان جون من الاهداف الحلوه. وبعد كده تعادلنا مع نيجيريا، ربنا ما يجيب تعادل مع نيجيريا يعني اهو يعني حتى دلوقتي يعني. فان شاء الله يعني كانت بطوله سعيده بالنسبه لي. ماشي ايمن شوت الجون جون 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 الجون الاول لمصر احرزه ايمن يونس بعد مضي حوالي 19 دقيقة. السنغال كان جون حلو قوي وجون زي يعني ما اعرفش الناس ما بتشوفش التصوير كان وحش، بس هو عارف انت الجون اللي جابه وايا في العصام الحضر اللي حطاله في الدقيقة، هو بدل ما يلعب بالعرض حطاله في الدقيقة. انا عملت كده برضو في جون السنغال وانا رايح بالعرض وما اخدته، بدل ما العب بالعرض لجمال عبد الحميد وحسام حسن رحت حاططها في الدقيقة في سقف الجون. كان مايكل سميث المدير الفني كان واحد من الاجانب الفلتة، لان مصر بصراحة معظم الاجانب اللي جونا لا يعني مصر كانت تستحق دايما احسن، بس كان مايكل سميث من المدربين الفلتة. يعني الكرة مع علي شحاتة يلعبها ومش اوفسايد ومش وماشي ايمن ماشي ايمن شوت الجون جون 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 الجون الاول لمصر احرزه ايمن يونس بعد مضي حوالي 19 دقيقة. برافو ايمن برافو ايمن، كرة جميلة جميلة جميلة. كنا دايما انا وهو مختلفين، انا بحبه الله يرحمه بس كنا مختلفين تماما. انا كنت راجل متحرر في الملعب جدا حر جدا، انا بلعب باسلوبه بطريقه، وده كان بيتنرفز منه الكابتن جوهري جدا، ان هو كان بيعشق في بداياته القيود المتكامله على اللعيبه، ان هو يسيطر على اللعيب فنيا في كل حاجه. كان بينا مشاكل كتيره بصراحه انا والكابتن جوهري، بس هو راجل جميل. بس ماليش حظ ما لعبتش معاه برده كاس العالم، كان حظي رغم ان انا لعبت الدورات ماتشات وديه كتير، لكن اتصبت برده فيري باد لك. وفي قبل كاس العالم في 90 وهو كان متابعني وكان نفسه ابقى موجود معاه وجابني وحاولني العب ماتشات وبتاعه، وكان بيحبني قوي وكان مقتنع بيا، بس كان حظي وحش معاه في الوقت ده.